السلام عليكم. عندنا برضو دي عيسان كنا حالة، هي طبعا مش 100% يعني باثوجنوميك او دايجنوستيك الفايندنجز بتاعتنا، بس طبعا هايلي سجستيف. هي دي هنحطها مثلا دي مور ذان 80% يعني سسبكتد او هايلي سجستيف كيس للكيس دي. نشوف كده الداتا بتاعتنا ايه. هي الهيستوري 53 years old female patient with unexplained headache and papilledema referred for MRI. نشوف الداتا اللي عندنا ايه. طبعا 53 سنة، يعني سن صغير شوية عشان نبقى عندنا completely empty cell. يعني انت عارفين ال empty cell بنقسمها ل partial و complete according to the degree of shrunk أو shrinkage لل pituitary gland. يعني هنا almost مش شايفين ال pituitary gland خالص، ده sagittal T1 sequence زي ما احنا شايفين. شايفين ان السلة تورسيكا all over wholly filled with CSF، والموست مش لاقيين يعني غير زي ما نشوف سن ريمننت كده للبيتوتري جلاند. فطبعا دي almost completely سله، انها لو اكتر من 70% شرينكج بتبقى بنقول عليها complete empty سله. زي ما احنا شايفين دي اول فايندنجز احنا شايفينها، تمام. فعندي completely empty سله معناها ان عندي prominent CSF سوبرا سيلر CSF دخل السله filling. الحاجه الثانيه كمان مهمه جدا، ممكن تكسبلين البابليديما اللي عندها. لو شفنا ده الفلير سيكونس، الفلير سيكونس زي ما احنا شايفينه، الفلير سيكونس شايفين الاوبتيك ديسك، الاوبتيك نيرفز، الاوبتيك نيرفز الى حد ما كابيشيس او يعني ليتل بيت فيه، هو طبعا فيه سبريشن للفلويد. فشايفين شايفين الاراكنويد، السبراكنويد فلويد اللي حوالين اللي في الاوبتيك شيس. الاوبتيك شيس فيه برومننت فلويد، تمام، يعني الى حد ما ديستندد شويه وز سي سي اف سبراكنويد فلويد في الاوبتيك نيرف شيس زي ما احنا شايفين. ولو عملنا له فولو اب شايفين فيه تورشوس كورس، شايفين التورشوس دي بتاعت الاوبتيك نيرف. المفروض الاوبتيك نيرف ده الى الاث البيت يكون مور ستريت، احنا شايفينه ليدنج تورشوس كورس بالاضافه للبروميننس للسي اس اف حواليه. طبعا يعني دي تو داتا مهمين قوي بالاضافه للكومبلينت اوف ذيس بيشنت البابيلي ديما والهيدك. فاحنا عندنا حاجه اللي بنوصفها الايديوباتيك انتراكرينيال هايبرتنشن. الايديوباتيك انتراكرينيال هايبرتنشن ده يعني الترم ده بيديسكرايب انتراكرينيال هايبرتنشن وداوت كلير كوز. يعني ما عنديش سيريبرال تيومر، ما عنديش ماس، ما عنديش some sort of hydrocephalus مثلا عشان explain the increased intracranial pressure ده. والعيان بيجي بسيمبتومز، السيمبتومز دي كلها معظمها هيدك بالاضافه للبابيلديما. البابيلديما دي هي دي الخطيره، انها لو نجلكتد العيان ده بسبب البريشر على الاوبتيك ديسك، ان دايما بيبقى فيه بريشر على الاوبتيك ديسك، وساعات من بعض الحالات بيبقى فيه فلاتنينج اكتر من كده شويه بيبين، ويبقى الاوبتيك شيس بيبقى اوضح من كده مور دايليتد عن كده. بس الى حد ما هو هنا تورشوس وفي سم يعني برومننس للسي سي اف فلويد اللي حوالين الاوبتيك نيرف. الاوبتيك ديسك، الاوبتيك ديسك كومبريشن ده ممكن يعمل اوبتيك اتروفي والعيان يلوز فيجن فور ايفر. فطبعا مهم جدا ان انا احط السجشن ده لو انا لقيت الفايندنجز دي، لان طبعا الدايجنوزس مش بالايمجز 100%، الايمجنج از سجستيف. انما العيان بيتعمل له حاجتين مهمين، طبعا بيتعمل له الاوبسالموسكوب تشاف الاوبتيك ديسك. لو في اوبتيك ديسك بابيلي ديما هتبقى دايجنوستيك، لو فيها اوبتيك ديسك بابيلي ديما طبعا دي دايجنوستيك. بالاضافه كمان اللي بيتعمل لامبر بانكتشر بياخدوا البيجيننج اللي بيسموه البيجيننج سي اس اف بريشر، وده ليه برضه فاليوز بيفالويت بيها العيان ده. وده بيتحط ده هو دولت تو دايجنوستيك تيست ليه. والمهمين جدا ان انا بس احط سجشن لو لقيت كده امتي سيلا في يانج بيشنت او ريلاتيفلي يانج بيشنت، بالاضافه للاوبتيك نيرف تشينجز تورشوستي. الحاجه الثانيه المهمه برضو اللي بتسبورت الداتا بتاعتنا دي، هو الديزيز ده موصوف في الفيميل اكتر من الميل، والاوبيس في ميلز كمان. وطبعا من الحاجات السكندري ساينس بتاعت الاوبيسي في ميل ان انت تلاقي النك زي ما احنا شايفين كده برضو. من دي من الحاجات اللي بتسكرايب ان انت بيبقى فيه برومننت للفات اللي في النك زي ما انت شايفين. شايفين سوري الباك اوف ذا نك او نيب، شايفين طبعا ما شاء الله يعني مليان طبعا فات، و فواضح ان العيان فعلا اوبيز. بالاضافه حتى السكال فات يعني كتير تو ماتش، فيعني واضح ان العيانه يعني هتكون اوبيز بيشنت، وموصوف اكتر مع الفيميل اوبيز بيشنتس. فطبعا البروميننس النك فات الفاتي نك دي او الكوندنس يعني اللي يعني اللي بتسجست الاوبيستي اوف ذيس بيشنت، طبعا من الحاجات اللي بتسبورت الدايجنوزس. في طبعا ساينس تانيه ديسكرايبد كتيره في الديزيز ده،
بس ساعات هي حتى كلها محطوطه برسنتج معينه ومش كلها طبعا بتبقى متواجده. منها طبعا لو لقيت البروميننت سب اراكنويد سبيسز اكتر من كده، التونسيلر هيرنيشن لو لقينا كونسيدرابل تونسيلر هيرنيشن، لان زي الكياري التشنجز في الكياري ممكن نشوفها بسبب الانكريس بريشر. دي من الحاجات المحطوطه يعني، مش يعني ببرسنتج مختلفه. انما احنا عندنا بس الامتي طبعا الحاجتين المهمين، الامتي سيلا والتشنجز الاوبتيك ديسك بالاضافه للفات الكتير الموجود ده بالاضافه للكومبلينت اوف ذا بيشنت. فطبعا دي من الحاجات اللي احنا نسجست فيها يعني، يهمنا ان احنا نسجست الديزيز ده، وطبعا نريكومند ليه الفيرزر ايفالويشن بأوفثالموسكوب علشان يتشيك الاوبتيك ديسك، بالاضافه كمان للسي اس اف اللمبر بانكتشر سي اس اف بريشر. اي ثينك ده هيكون فيري هيلبفول فور دايجنوز اوف برايمري. طبعا هو ده البرايمري او سوري الايديوباسيك، هو كان قبل كده بيتسمى برايمري بس اتغير الاسم اللي هو بقى دلوقتي ايديوباسيك انتركرينال هايبرتنشن او اي اي اتش. كان قبل كده بيسمى سودو تيومر سيربراي، ده برضو من الاسماء النومنكلتشرز القديمه يعني، انما هو دلوقتي المتعارف عليه والاجريد اللي هو البرايمري الايديوباثيك انتركرينيال ايديوباثيك انتركرينيال هايبرتنشن اي اي اتش. تمام، وهتلاقي طبعا هو معروض كويس جدا في الريديوبيديا الايديوباثيك انتركرينيال هايبرتنشن بال يعني يعني بالساينس اللي قلناها. طبعا هو زي ما قلنا هو ممكن يبقى ايديوباثيك مش معروف الديزيز، بس هو كمان ديسكرايبد مع ميني ديزيزز بالذات الاندوكراين ديزيزز اكثرهم الادرينال انسفشنسي الكوشنج الهايبو ثايروديزم والهايبو باراثايروديزم، كمان مع سائل الكولاجينيك ديزيز السيكل سيل ديزيز اللي هو دراجز سام دراجز موصوف معاها. انما طبعا يعني هو حتى الان انكلير يعني ايه الايتيولوجي بتاعته، كلها سجستيف ايتيولوجيز. ثانك يو.